ماذا يجري بين الشقيقين بشار الأسد وماهر الأسد؟ انتليجنس أونلاين، موقع انتليجنس أونلاين يقول إن هناك توترا بين الشقيقين. لماذا؟ على خلفية الاغتيالات الإسرائيلية المتكررة لرجال إيران في سوريا، أو بشكل آخر لرجال ماهر الأسد في سوريا. بشار الأسد في عزلة، زوجه أسماء الأسد في عزلة، وماهر الأسد في عزلة كذلك. لماذا؟ لأنهم لا يعلمون كيف ستسير أمور الحرب الإسرائيلية في لبنان ومن ثم في سوريا. هذا الكلام على ذمة انتليجنس أونلاين. حياكم الله فيما تبقى. تتزايد التوترات في سوريا، غارات روسية في إدلب، قضم أراض من قبل الاحتلال الإسرائيلي في الجولان، وما بينهما يتصاعد الشقاق بين بشار الأسد وماهر الأسد على خلفية الاغتيالات المتكررة لقادة الميليشيات الإيرانية وحزب الله في سوريا. هذا هو حال سوريا في هذه الأيام. 2024. حرب متعددة الجبهات تحيط بسوريا، يستقوي الأسد على المدنيين في شمال غربي البلاد بسيف الطائرات الروسية، ويحيد نفسه عن مواجهة إسرائيل، ويغض الطرف عن عمليات التوغل وقضم الحدود في الجولان، ويصارع حاضنته لدرء تهمة الهروب من أسطورة وحدة الساحات، ما أدى إلى تقويض الثقة بين النظام وإيران، وزاد عزلة بشار الأسد داخل دائرته الحاكمة، وتسبب بتصاعد التوتر بين بشار وشقيقه ماهر المدعوم من طهران. تكهنات وتحليلات كثر الحديث عنها بخصوص بدء معركة شمالية سوريا تعيد رسم خرائط المنطقة، تدخل مرحلة جديدة من التصعيد إثر تنفيذ طائرات روسية عشرات الغارات في إدلب واللاذقية، ما يعني أن موسكو ما تزال تحمي بشار الأسد، سواء عبر تدخلها العسكري ضد السوريين أو من خلال إجباره على السكوت إزاء الهجمات الإسرائيلية في غزة ولبنان وحتى داخل سوريا، خشية أن تحرق نيران الحرب آخر أوراق التوت عن سنوات حكمه. الغارات الإسرائيلية المتكررة ضد مواقع الميليشيات الإيرانية وحزب الله في سوريا عقدت المشهد داخل عائلة الأسد، وتسببت وفق موقع انتليجنس بحدوث تصعيد وتوتر في العلاقة بين بشار وشقيقه ماهر، لا سيما أن النظام يواجه تهمة تزويد إسرائيل ببنك أهداف لمواقع حلفاء إيران في سوريا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن استهداف إسرائيل المتكرر لمواقع مرتبطة بماهر الأسد يعزز التكهنات حول صراع عميق داخل العائلة، والذي بدأت بوادره عقب اغتيال رجل الأعمال المقرب من إيران حسام قاطرجي بهجوم مسيرة إسرائيلية ومقتل لون الشبل بحادث سير يرجح أنه مدبر. أحداث متسارعة تضع سوريا في عين العاصفة الضاربة في الشرق الأوسط، فبينما تزداد ضراوة القصف والمواجهات في لبنان، يحذر أردوغان من وصول إسرائيل إلى دمشق وبعدها إلى الشمال السوري، ولعل هذه التحذيرات قديمة جديدة، إذ سبق للأديب السوري محمد الماغوط أن تطرق لها في كتابه سأخون وطني بقوله: كيف أوقظ أمة من سباتها وأقنعها بأن أحلام إسرائيل أطول من حدودها بكثير؟ فهي لو أعطيت جنوبي لبنان لطالبت بشمالها لحماية أمنها في الجنوب، ولو أعطيت كل لبنان لطالبت بتركيا لحماية أمنها في لبنان.
معنا من العاصمة البريطانية لندن الباحث أول في مركز كارنيجي أستاذ مهند الحاج علي، وكذلك سينضم إلينا من اسطنبول الصحفي أحمد الحسن. مرحبا بكما أستاذ مهند الحاج علي. أبدأ معك من خبر انتليجنس أونلاين. توتر يزداد بين مهر الأسد وبشار الأسد على خلفية الاغتيالات الإسرائيلية للإيرانيين في سوريا. بشار الأسد يبدو أنه أخذ منحا آخر غير منحة مهر الأسد، كيف تعلق على هذا الخبر؟ يعني نحن أولا مرحبا بك. مرحبا مشاهدين الكرام. نحن نعلم منذ فترة ليست بقصيرة بأن هناك محاولات من النظام للإيحاء، على الأقل الإيحاء بأن هناك محاولات لاحتواء التقدم الإيراني والانتشار الإيراني على الصعيد سوريا، وهذا يثير حساسية طبعا مع ماهر الأسد الذي لديه يعني علاقة قريبة من النظام الإيراني، وعلى عكس طبعا الأقطاب العديدة في النظام السوري وهي قريبة من روسيا وقريبة من توجهات روسيا القائمة على يعني إيجاد مساحة من المصالحة والتعاون السري مع إسرائيل، ومن جهة أخرى الانفتاح نحو العالم العربي بعيدا عن النفوذ الإيراني ومحاولة يعني عن وضع إيران لحلفائها في علب سردين للتحكم بهم في إطار لعبتها الكبرى في المنطقة. لهذا يعني هذا الخبر لست متأكدا تحديدا من صحته، ولكنه يندرج في هذا السياق. هناك أقطاب داخل النظام محسوبة على الإيرانيين، هناك ميليشيات متعاونة مع النظام محسوبة على الإيرانيين، وهناك فرق في الجيش محسوبة على الإيرانيين وأخرى أنشأتها روسيا بعد المصالحات وضمن إطار مرحلة ما بعد الحرب. نعم. اللي جهت بناء النفوذ وتأسيسه، وهذا تنافس قائم منذ فترة طويلة. اليوم من الضروري بات على النظام بشكل أكبر إظهار هذا التباين، لأن الخطر داهم. هناك توغل إسرائيلي في الجنوب، ورأى ماذا حصل في الجانب اللبناني، المناعة التي كان من المفترض أن تظهرها القوى المتحالفة من طهران بدأت اليوم في موقع آخر. هناك تهديد جدي، يعني لا النظام لم يخسر فقط في حال تواصلت هذه الحرب الذراع الإيرانية الداعمة له والحاملة له، لأنه يعني هو غير قادر لوحده على مواصلة العمل المعتاد، بل أيضا يعني سيخسر المزيد، يعني سيخسر بالضربات والمواجهة مع إسرائيل في حال استمر واتسع التوغل، وسيأتي له المعارضون من الجهة الأخرى لاستغلال هذا الفراغ. حسنا، ورحب بك أستاذ أحمد الحسن. مرحبا. أهلا وسهلا. طيب يا مرحبا. إذا كان هذا الخبر كما يقول أستاذ مهند الحاج علي ضمن السياق، يعني خبر الانتليجنس أونلاين أن هناك توتر بين مهر الأسد وبشار الأسد، إذا كان كذلك طيب ماذا بعد؟ إذا كان هناك توتر طيب ماذا بعد؟ نعم، لا أحد ينكر أن النظام حاليا هو في قمة الخطر عليه وفي أعلى مستوى من مستويات الفرص، يعني يعتبر أن مصير حسن نصر الله لا يشكل شيئا مقابل مصير بشار الأسد. يعني النظام يعتبر حاليا أنه بات جزء من دائرة تهديدية عالية عليه، وفي نفس الوقت يقول أيضا أن بعض الأوراق التي كانت سوريا تلعبها على صعيد التوظيف الإقليمي، على صعيد لبنان، على صعيد مكافحة الإرهاب، على صعيد المؤسسات، على صعيد تحجيم بعض النشاطات المتعلقة بالدور الإيراني، باتت تشكل فرصة. الحاسم في هذا الموضوع هو أول شيء حدود إمكانية اللعب من النظام بوجود روسيا وإيران والتناغمات التي تعمل عليها الدولتان، وكذلك
جدية المخاطر التي تواجه النظام. يعني حتى الآن النظام يقول استطعت تحييد المركز من التهديدات التي تحصل في لبنان وفي باقي المحاور، لكن هل إيران تكتفي بهذا الدور من النظام؟ بالتأكيد لن تكتفي، والزيارات التي حصلت في اليومين الأخيرين أكدت لبشار الأسد أن المرشد العام الإيراني يصوغ مشروع خاص بتوحيد محاور المقاومة، وسيتم توزيع أدوار جديدة على هذا المحور، وسيشرف الحرس الثوري الإيراني بالذات على هذه الأدوار. لهذا السبب نعم النظام بات يقول لم أعد أسيطر على المركز، يعني كان هامش لعب إيران في الأطراف بينما المركز يسيطر عليه النظام. حاليا المركز ماذا إيران تقصد؟ على المركز أيضا. ماذا تقصد بالمركز؟ أقصد هو القرار في القصر الجمهوري والقرار في دمشق. يعني سابقا كان ملعب إيران في الجنوب والشمال، ما بين تركيا وروسيا، ما بين دول الخليج في موضوع المخدرات. حاليا باتت إيران تريد أن تحكم كامل المحور. النظام يقول الحوثي استطاع بناء مقاربة خاصة به لأنه لعب على الحبال جميعا، يعني لعب مع دول الخليج، لعب مع دول المحور الغربي، ولعب في نفس الوقت على الجانب الشعبوي المتعلق بدعم القضية الفلسطينية دون أن يكون مرتبطا تماما بإيران. يعني قرارات الحوثي حتى الآن قرارات ترتبط بمشروعه الخاص لكن يحظى بالدعم الإيراني. بشار الأسد يرى أن هامش لعب هذا الدور في سوريا حاليا بات يتقلص ويتقلص ويتقلص، لأن الطرف التركي والطرف الخليجي يطالبونه باستغلال المرحلة وطرح بعض الأوراق الجديدة مثل وحدة وسلامة الأراضي السورية، تحييد الأراضي السورية عن ما يحصل في الحرب مع لبنان، إمكانية إعادة النظام لإعادة الضبط والتناغم في لبنان وفق اتفاقية الطائف. يعني القرار الذي نتحدث عنه بخصوص قرار لبنان الدولي، يعني تحجيم حزب الله، سحب السلاح من حزب يستطيع الله، يمكن أن يستطيع. نعم، يعني هذه الأدوار هي أدوار تقليدية للنظام، لكن هل بشار الأسد يقدر عليها؟ حتى الآن حتى في التجاوب مع طرح الخليج وطرح تركيا بشار الأسد لا زال ملتزما تماما بالموقف الإيراني. طيب. لم يستطع الخروج على الموقف الإيراني بتاتا. أستاذ مهند الحاج علي، لك تعليق؟ نعم، يعني إذا كان يعني المانعة كما نعرفها بكل أطرافها هي عمليا يعني الهوبرة على إسرائيل، ومن ثم العودة إلى الشعوب لحصد يعني وزرع وحصد يعني هذه الهوبرة بأقصى ما يمكن. وإذا كان النظام الإيراني يعني لديه حزام أسود في الممانعة، فالنظام السوري لديه حزام أحمر في الممانعة. يعني هو الماستر تبع، يعني لديه الأسونس تبع الممانعة، وهو قادر على وهو يلعب هذه اللعبة منذ عقود، يعني لديه خبرة طويلة الأمد. طيب. في الممانعة والشعارات الفارغة والأخره. ولكن اليوم هناك مرحلة جديدة، يعني كان النظام السوري يلعب دورا لوجستيا في محور الممانعة. هو يقول لا تقتربوا من، أنا مع المقاومة، أنا أستخدم الشعارات، أنا ألعب كل اللعبة الممانعة، ولكن أنتم لوجستياً تمرون من هنا أهلاً وسهلاً، وأنا أخبر مع الروس، يعني لعبوا دور المخبر يعني جهة إخبار الجانب الإسرائيلي لأماكن ومواقع هذه القوافل والأخره وضربها، وحصلت يعني عمليات كبرى في هذا المجال. اليوم لم يعد ينفع حتى هذا الدور اللوجستي، صار لم يعد ينفع بالنسبة للجانب الإسرائيلي يحتاج إلى التعامل معه. هو بالنسبة لكلمة الهوبرة هذه فصحتها يعني، ويعني لا أدري تفصيح جميلة الهوبرة. طيب أستاذ أحمد الحسن، أعود لك. جيد جدا، لم يعد الهامش ضاق على بشار الأسد ولم يعد ينفع ما كان سابقا. هو ومهر الأسد ينطبق عليه الأمر، ما سر إذا كان هناك خلاف لماذا وهل سيكبر؟ مهر الأسد أين دوره الآن؟
نعم، هنا نتحدث عما يسمى بالبديل، يعني إذا كان بشار الأسد لم يعد مرضيا لإيران لا يؤدي دوره، ما هي الخيارات الموجودة عند إيران؟ هل سيتم انقلاب من داخل النظام؟ هل يتكرر سيناريو رفعت الأسد؟ هل يتم بناء محور آخر داخل النظام للانقلاب يعني كخطة احتياطية؟ هذا واحد من الاحتمالات. ثم هناك جانب آخر، إذا مال بشار الأسد باتجاه إيران، ما هو الخيار الآخر لدول الخليج، لتركيا، لبعض الدول التي تسعى في بناء مقاربة أخرى؟ هل سيلجأ هؤلاء إلى ماهر أسد؟ هذه الثنائية مهمة جدا داخل النظام. ثم هناك أين أسماء الأسد؟ لماذا هي اختفت في قبل شهرين وبحجة المرض أو غيرها؟ محور بشار الأسد قوي جدا داخل النظام. قال لك في عزلة انتليجنس في عزلة. يعني إذا لاحظنا خطوات الأخيرة لبشار الأسد، بشار الأسد رغم الدنيا قائمة في فلسطين ولبنان، هو عم بيجري اجتماعات حاليا يوميا بما يسمى كيفية الإدارة اللامركزية، حتى في دمشق يتحدث، يعني قبل يومين كان في اجتماع للبلديات في دمشق يتحدث كيفية تفعيل الإدارة اللامركزية. هذا ماذا يعني؟ هذا يعني أن بشار الأسد يريد أن يحصر التمويل في أدنى مستوياته، يعني يحصى فقط رواتب القصر الجمهوري، رواتب القيادات الأمنية والعسكرية المهمة له، أما خارج هذه الإطار خدمات الدولة التي يحتاجها النظام سيرفعها على موضوع الإدارة اللامركزية، يعني يترك البلديات هي تتفاوض مع دول الخليج، مع تركيا، مع غيرها. هذه الآلية أنا برأيي هي ترسيخ لمشروع المركز والأطراف، يعني سيقلص سيطرته في المركز ويحافظ على دور المركز، أما الأطراف فسيتركها للتفاوض مع هذه الدول، يعني يتفاوض مع دول الخليج وإسرائيل على دور في الجنوب، يتفاوض مع الولايات المتحدة على موضوع الحدود العراقية السورية، يتفاوض مع تركيا على وضع الشمال. حتى اليوم ما يحصل حاليا في إدلب أنا لا أراه بعيدا عن هذه الأمور، هي فقط لتحسين أوراق التفاوض. حتى اليوم يعني تصور موضوع معركة حلب مثلا تتردد منذ 3 أشهر، اليوم فقط خطر للأتراك يسرب للصحافة أن نحن ما عندنا مشروع متعلق في حلب. لماذا في هذا التوقيت؟ لماذا حاليا تركيا تتحدث عن ما يسمى المحافظة على وحدة وسلامة الأراضي؟ لماذا حاليا متحدث باسم الخارجية ينتقد ما يسمى يعني قرار الولايات المتحدة بتمديد فترة الطوارئ؟ طيب، سأتيك لهذه مسألة حلب. أستاذ مهند الحاج علي، إذا كان بشار الأسد، طبعاً بشار الأسد أيضاً بالإضافة لنشاطاته البلدية هذه، يعني جالس مع فيليبو غراندي وقال لك تمويل وإعادة مشان قصة النازحين في لبنان، يعني رجل يريد أن يدس أنفه في عن الله أهل لبنان على هذه القصة، يعني يلتقي مع فيليبو غراندي كثيراً وآخراً. صراحة هناك فراغ تركه حسن نصر الله. بشار الأسد يعني حتى بتعيين وزير الخارجية السابق، بتعيينه نائب للرئيس وتسليمه ملف لبنان كما حصل بأيام خدام، هذه خطوة يعني النظام يتعامل كأنه يريد أن يستعيد دور له في لبنان. وتذكر نحن قبل عام، إذا تذكر قبل عام تحدثنا هنا في هذا البرنامج، قلنا أنه يبحث عن دور في لبنان وتعامل مع الخليج على الأساس. أستاذ مهند الحاج علي، هل هذا يمكن؟ قل لي لبنان، هذه لبنان الآن كيف سوف، ماذا سيحدث بها في قادمات الأيام؟ لبنان طبعا اليوم هو يتعرض لعدوان إسرائيلي مدمر على كل الأصعدة. يعني أنا من مدينة في جنوب لبنان تعرضت لتدمير هائل على كل المستويات، دمر كل شيء، يعني حتى المقابر لم تسلم من العدوان الإسرائيلي. هذا الدمار طبعاً ينتج، صحيح ينتج هذا الدمار يعني حالة مديدة من النزوح ومن الأزمات الداخلية اللبنانية لأسباب متعددة. أولها طبعاً أن على عكس أن حزب الله على عكس عام 2006 ليست لديه أوراق تفاوض قوية مع الجانب الإيراني للحصول على أموال عالية. طبعاً لدى الجانب الإيراني مشكلات وأزمات لم تكن موجودة لديه في 2006. كانت 2006 طبعا هناك موضوع الطفرة النفطية وطفرة الأموال والأخرية، وهو قادر على تمويل هذه العملية. اليوم هذا غير حاصل، وأيضا هناك غياب
رقم أساسي لدى التنظيم هو حسن نصر الله، الذي كان قادرا على التفاوض مع النظام الإيراني على تحصيل الأموال وتعزيز وضع الحزب داخليا من خلال إعانة الناس. اليوم لدى الثنائي الشيعي يعني حزب الله وحركة أمل أمامهم اليوم مهمة الحصول على مساعدات من خلال النظام اللبناني، وهذا غير ممكن في ظل هذه الأزمة السياسية الحاصلة وفي ظل هذه التوترات وارتفاع الأصوات المعادية. لذلك لبنان في مأزق كبير على المستوى السياسي. يزاد على ذلك يعني يضاف إلى ذلك أننا اليوم لا نعلم ماذا سيحدث في ضربة إيران. يعني هل ضربة إيران ستكون قاسمة بحيث تؤدي إلى تفجر الوضع الداخلي، أم أن الضربة ستكون محدودة أو كبيرة ولكن يعني ماذا تعتقد أنت؟ النظام الإيراني أنا أعتقد بأنها يعني المرجح لدينا، طبعا هناك مفاجآت لا نعلمها يعني كما حصل في لبنان أسبوعان لم يكن أحد يتوقع ذلك، لديهم خرق كبير في الداخل الإيراني. أنا رأيي ستكون مزيجا من عملية أمنية داخلية إيرانية مع ضربات جوية، لا أعرف النتيجة، ولكن النظام في وضع هش داخليا، هناك غضب داخلي عليه ورطه اليوم في أزمات داخلية، وكذلك الأمر وفي أزمات خارجية. لكن الحزب المرشد في سن متقدم، وهو أيضا يعني النظام بأسره في مرحلة انتقالية، فكل هذه الهشاشة علينا أخذها في الاعتبار عندما ننظر إلى هذه الضربة. هو المرشد ما زال ينجو من سرطان البروستات أستاذ مهند، لكن الحزب بالأمس ضرب بنيامينة، يعني ضرب لواء جولاني ضربة قوية جدا، هل يمكن أن تؤثر على حسابات الإسرائيليين؟ صحيح، هناك ضربة مهمة، وأظهرت أيضا هذه الضربة وعمليات القتال في الجنوب بأن الحزب أعاد تكوين بعض قدراته العسكرية، لم ينتهي عسكريا وهو قادر على المواجهة، ولكن ليس بالمستوى الذي كان سابقا. خسر، واضح أنه خسر مخزون استراتيجي مهم، ولكن لديه ما يكفي لمتابعة المعركة ضمن الوتيرة التي رأيناها خلال الأيام الماضية، يعني إلا إذا كان هناك إمداد حصل على مستوى من عبر سوريا، وهذا أيضا علينا أن نأخذه في الاعتبار حين ننظر إلى المرحلة المقبلة في الحرب واحتمال إدخال سوريا فيها. احتمال إدخال سوريا فيها والإمداد يعني هكذا يقال أنه المسؤول عن قصة الإمداد هو مهر الأسد. لأن يتردد كلام أنه مهر الأسد يعني أدار ظهره للإيرانيين، منع يعني هكذا كلام. أستاذ أحمد الحسن، قصة مهر الأسد، طرق الإمداد، قد تدخل سوريا في الحرب، قد تدخل إسرائيل بالتفاف للوصول إلى لبنان عن طريق الأراضي السورية، مهر الأسد الرجل الإيران هل يمكن أن يغير ولاؤه بكل بساطة ويلتحق بشار الأسد؟ بصراحة كما قال أخونا الأستاذ مهند، بصراحة السر في اللعبة المالية لحزب الله. يعني سبب سيطرة حزب الله خلال الفترة الماضية على الفرقة الرابعة داخل سوريا، تعرف أن العملة السورية كانت منهارة، ومعظم الأموال التي كانت تتداول في السوق والمضاربات التي تتم على الليرة السورية كانت تتم عبر أموال حزب الله. حالياً هناك يعني بعض العمليات التي حصلت من إسرائيل تجاه حزب الله، هناك شبه انهيار في المنظومة المالية لحزب الله، هذا بالتأكيد سينعكس على سوريا على الفرقة الرابعة. يعني حتى أبسط شيء، تصور يعني جماعة المخدرات نوح زعيتر وغيرهم وآل جعفر وغيرهم، هؤلاء انتقلوا جميعهم إلى طرطوس وإلى ريف اللاذقية الجنوبي، وباتوا يعني يبنون صناعة جديدة تقريبا تهمل البقاع وتهمل لبنان من صياغتها. هذا موضوع أيضا يعني يغير حسابات الفرقة الرابعة، ونحن نعرف أن ما يسمى بالمال الرديف أو النظام المالي الرديف التي تعمل عليه الفرقة الرابعة يستند بشكل كبير إلى موضوع نشاطات التهريب، موضوع نشاطات المخدرات وغيرها. فبشار يعني فماهر الأسد حاليا لم يعد ينظر إلى حزب الله على أنه حزب بات له مستقبل مالي في لبنان، على العكس تماما. حركة أمل حاليا قد تملأ بعض الفراغ، وكذلك هناك عندنا نجم صاعد
بدل حسن نصر الله وهو الحوثي. الحوثي حاليا تقريبا يعتبر جابي الرئيسي للأموال الإيرانية على عكس ما يحصل لحزب الله. يعني حاليا إيران سبب رهانها على حزب الله فقط من أجل اتباع سياسة عدم تركيز الصراع في المركز، يعني حتى تبعد شبح الحرب عن داخل إيران، فهي مضطرة إلى استراتيجية الردع. لكن ورد يبدو أن استراتيجية الردع ودوامها بات مستحيلا. أول شيء، بشار الأسد مكبل لا يستطيع أن يستخدم الأراضي السورية من أجل استراتيجية الردع. جانب آخر، هناك خلاف داخل الفصائل العراقية بخصوص استراتيجية الردع أيضا. هناك مسألة رئيسية فقط، الحوثي فقط حاليا يمتلك آلية المناورة واللعب، لكنه يلعبها بحرفية عالية، يعني لا يلعبها بطريقة تؤدي إلى الردع، لا يلعبها بطريقة أنا أدعم إيران، يركز على جانب مهم، أنا أدعم القضية الفلسطينية وأدعم غزة وأن إسرائيل إذا أعطت حلول. رأيك أستاذ مهند، الحوثي هو نجم البديل، يعني أستاذ أحمد حسن، يعني الحوثي بديل عن حزب الله الآن هكذا تقصد؟ نعم، في الزمان القادم حسن نصر الله حاليا، نعم هو نجم صاعد حاليا. رأيك مهند الحاج علي؟ أنا يعني الحوثي شو عمل؟ ضرب بعض السفن في البحر الأحمر، ضرب إسرائيل مرتين، مرة واحدة أسفرت عن قتيل واحد إسرائيلي. يعني عمليا كل حملة الحوثي أثرت عن قتيل. طبعا هناك أذى على مستوى التجارة العالمية أدى إلى غارات غربية عليه إلى آخره، وهناك ضربات إسرائيلية قاصرة، ولكن دوره محدود. وعلى مستوى الكاريزما لا، يعني لا، على المستوى المشرقي ليس لديه يعني بالخطاب والآخره كاريزما هائلة. لا أعرف إذا كان على مستوى الخليج لديه تأثير كبير، ولكن لم نرى ذلك يعني يترجم بأي شكل من الأشكال. على المستوى المالي الذي يحصل اليوم هو العراق هو مركز مالي مهم وسيط، وأيضا مركز تمويل لإيران تحصل من خلاله على بعض العملات الصعبة من خلال العلاقة التجارية والاقتصادية مع العراق، توفير الغاز على سبيل المثال إلى آخره. ولكن على بالداخل اللبناني هناك سؤال فعلا يطرح، يعني على مستوى العلاقة مع إيران، وهو أنا رأيي السؤال الأهم بالمرحلة المقبلة. ما هو أثر هذه الحرب على العلاقة ما بين حزب الله وإيران؟ ما هو؟ كان حزب الله هو العراب، كان العراب التنظيم اليوم، كان العراب حسن نصر الله كان ناطق باسم يعني الشبكة هذه على المستوى العربي. اليوم لم يعد هناك حسن نصر الله، لا، التنظيم عمليا تعرض لضربة كبيرة جدا، وأيضا أظهر أن بالعكس، يعني على عكس ما كان يشاع على أن التنظيم هو قاعدة أمامية للدفاع عن إيران، هو وحركة حماس ورطوا إيران بالمعركة، أدخلوها بشكل مباشر، وكانوا أكثر عبئا أكثر من كونهم يعني درع حماية. السؤال هو بعد هذه الجولة والنقاش الحاصل اليوم داخليا في إيران حول حزب الله، برأيي هو نقاش علينا نظر إليه بجدية، لأن المرة الأولى اليوم ضربت هذا النقاش بحيث يسأل ويطرح السؤال عن جدوى هذا التنظيم وجدوى دعمه بهذا القدر وتحميله هذا القدر من الأهمية. فالمرحلة المقبلة قد تغير في الاستراتيجية الإيرانية. هو هذا النقاش، هذا النقاش يقوده جواد ظريف، جدوى العلاقة مع حزب الله ومحاولة التخلص من الأذرع، لكن هل تعتقد أن جواد ظريف ومن يدعم جواد ظريف بيدهم شيء؟ الأمر من قبل ومن بعد للمرشد. لك الأمر للمرشد صحيح، ولكن نحن نتحدث أيضا عن مرحلة انتقالية، مشان هيك ضربة رئيسي كانت ضربة كبرى جدا، يعني ليست ضربة عادية، يعني يقتل رئيس في هذه المرحلة المفصلية، وأن يأتي رئيس من الفريق الإصلاحي يقود هذا النوع من السياسة بشكل ذكي، شكل حكومة فيها عناصر محافظة وعناصر إصلاحية جامعة للإيرانيين، يحاول بهذه المرحلة أن يجمع وحدة، يعني يكون هناك وحدة الصف. لذلك لا ننظر إلى ظريف وهو ذكي وهو مثل ما نقول بالإنجليزي حيوان سياسي، يعني يفهم
طبعا الحيوان بالمعنى الإيجابي وليس بالمعنى الأسدي المعروف. الفكرة هي أن هذا الرجل يكتسب في هذه المرحلة أهمية بعيد عن المرشد، بعيدا عن المرشد هذا الأمر أم قريب من المرشد؟ هذا قريب من المرشد لجهة أن المرشد يعني يضع شخصيات أساسية. طيب. ومثل ما نحكي مرحلة انتقالية، رجل في الثمانينات كان يرحل بأي لحظة، يعني العلم عند الله، ولكن يعني مرحلة انتقالية، وعلينا أن نأخذ هذه الشخصيات بهذه المواقع الكبرى على محمل الجد بشكل أكبر من المعتاد. هذا ما كنت أريد قوله. إذن إيران تقول أنها يمكن أن تكون بدون أذرع، إيران بلا أذرع في زمان قريب وبإرادتها هي. أنا وجهة نظري مختلفة في هذا الجانب. تفضل. وجهة نظري تتعلق بمعركة خلافة المرشد بحد ذاته. لا ننسى أن ابن المرشد حاليا يطرح اسمه في الإعلام الإيراني بكثرة جدا، وهو واحد من الشخصيات التي تدعم حاليا الحوثي، وهو واحد من الشخصيات التي تدعم حاليا إعادة بناء الأدوات الإيرانية. يعني حتى إذا وجدنا مراكز دراسات الإيرانية باتت تتحدث أن عسكرة المشاريع الإيرانية في دول المحور الجيوبوليتيك لإيران ساهم في رفع التكلفة جدا على إيران، وساهم في إفشال بعض المشاريع. يعني يقولون حين كنا في القوة الناعمة التي ليس فيها سلاح، ولكن كنا ننتشر ونتوسع وبتكلفة أقل ونحظى بالقلوب. حاليا حين عسكرنا هؤلاء وحولناهم إلى أحزاب في هذه الدول، ثم حولناهم إلى ميليشيات تعمل كمسار موازي لمؤسسات هذه الدولة، بات الخطر علينا داخل هذه الدولة وبين حتى مع بشار الأسد. تصور حاليا يعني عائلة الأسد تقبل كل شيء إلا شريك في السلطة، يعني ممكن أن يقبلوا ميليشيات داعش كل شيء، لكن أن تبني مسار موازي ميليشيات وتشكيلات تكون موازية لمؤسسات الأمن والعسكرة، هذا يعتبر خطر حتى عن بشار الأسد. يعني حتى في لحظة ضعف بشار الأسد الحالية وسيطرة إيران على الكثير من المحاور، حين سيشعر هذا النظام بأن إيران باتت تبني مسار موازي ويشكل خطر، سيصفي إيران، وربما هو يصفي إيران بهذه الخطوات. وتذكر نحن قبل عام حتى تحدثنا عن هذا الموضوع وقلنا خادم في الطريق سلسلة كبيرة من الأسماء الكبيرة التي ستطير بإخبار من بشار الأسد، وتذكر حين تحدثنا هنا قبل عام. يعني فما فعله بشار الأسد، أنا لا أستبعد حتى أن حسن نصر الله وغيرهم، يعني كيف هالاجتماعات، يعني أنت اليوم لاحظ المزة وباقي المناطق، من الذي يؤجر هؤلاء؟ من الذي يعطيهم بيوت؟ يعني أنت تعرف أيام حافظ أسد كان موضوع إيران محجم، ما بيأخذوا في هالمناطق، ممنوع حتى مهما كان شكل العلاقة، لكن حاليا يتم اختيارهم، اعطيائهم أماكن واضحة ومعروفة، ويتم قصف هؤلاء وضربهم في هذه الأماكن، وهذه ليست لعبة وإنما هي مسار يتم العمل عليه. حتى ابن المرشد حاليا أنا لا أستبعد كل ما يحصل في إيران عن ابن المرشد، يعني جواد ظريف لا يلعب بعيدا عن ابن المرشد، رئيس إيران الحالي لا يبعد بعيدا، البرلمان الإيراني فيه كتلة كبيرة تلعب حاليا على هذا الوزن. طيب، يعني ما زال الحقيقة رأيكما يعني رأياني بعيداني، وهكذا هو حال، أنا لا أخفيكما، يعني خلال الأيام الفائتة أغلب من نستضيفهم من الصحفيين وخبراء السياسة العرب ليس لديهم رؤية واضحة لمستقبل، أو لا يتفقون على رؤية واضحة لمستقبل المنطقة، الأمور يبدو أنها غائمة. أستاذ مهند الحاج علي، قل لي، الإسرائيليين أنفسهم يعرفون ماذا يريدون ما في اليوم التالي في لبنان في سوريا وصولا لإيران، يعرفون؟ هذا السؤال مهم، لأنهم يعني الواضح اليوم أنهم يبدلون رؤيتهم الاستراتيجية مع الوقائع على الأرض. كلما ارتفعت الأكلاف طبعا سيعدلون الاستراتيجية. الهدف المعلن كان مثلا على سبيل المثال من الحرب في لبنان هو فصل الجبهات بين لبنان وغزة، وهذا تحقق في الأسبوع الثاني، يعني عمليا بعد كل هذه الضربات وتكليف الرئيس بري بمتابعة المفاوضات تحقق ذلك، صار واقعا محققا. يعني لم هناك بالإمكان اليوم وقف العدوان الإسرائيلي وإيجاد اتفاق وفقا لل1701 مع تعديل طبعا برنامج التنفيذ، وهذا ينهي الحرب.
ولكن هل إسرائيل ستفعل ذلك؟ لا تفعل ذلك. هي لديها يعني توسع عدوانها على لبنان، ولأنها قادرة على ذلك، ولأنها لا تجد ماذا تريد في النهاية؟ أنا رأيي هي تريد إيجاد تغيير في الواقع اللبناني بما يؤدي إلى فوضى وحرب أهلية داخلية لبنانية تمتص كل التهديدات القادمة إلى باتجاه إسرائيل. وهذا يعمم، يعني كنا يعني من يخاف بأن إسرائيل ستأتي إلى لبنان وتنفذ انقلاب وتضع نظام ديمقراطي ويعني رئيس كويس على يعني في يطلب صحن بطاطا مع هذه الطلبات الكبرى يعني اللي طلبها من إسرائيل. ولكن واقع هذه الدولة تأتي لتنفيذ عمليات عسكرية قاتلة ومدمرة وتخلق واقع جديد يؤدي إلى فوضى واحتراب أهل لبناني يمتص أي تهديد. لكن أليس خطرا عليها حرب أهلية لبنانية؟ أليست تشكل خطرا عليها؟ أبدا ليس. طيب حرب أهلية بين من ومن في لبنان؟ بين من ومن؟ فوضى كبرى، يعني فوضى. اليوم نرى نازحين هنا وهناك، ناس على خيام تريد وضع تنصب يعني أبنية جديدة. طيب أمريكا ماذا تريد؟ أمريكا موافقة توافق على هكذا السيناريو الإسرائيلي في لبنان؟ لا أعتقد ذلك، ولكن ليست لديها الإرادة السياسية الكافية لوقف هذا المشروع الإسرائيلي في هذه المرحلة، بهدول 20-25 يوم لحد الانتخابات الأمريكية. لا أعتقد بأن هناك إرادة سياسية حقيقية. قد يكون ذلك، قد يأتي ذلك بعد الأول من تشرين الثاني، حينها يعني لكل حادث حديث. طيب إذا كانت هكذا إسرائيل تريد من لبنان، ماذا تريد إسرائيل من سوريا أستاذ أحمد الحسن؟ نعم، أنا بتوقعي الموضوع لا يتعلق فقط في لبنان، هو يتعلق بكامل المنطقة. يعني نتنياهو حاليا لديه أهداف داخلية لإنقاذ مشروعه السياسي والعودة كبطل أعاد بناء يعني إسرائيل الجديدة، وهناك مشروع خارجي لنتنياهو وهو إعادة رسم خارطة الشرق الأوسط كما هو كان مشروع الدين الإبراهيمي أو مشروع التطبيع أو مشروع الاقتصادي مع دول الخليج، كله كان هدفه إعادة رسم الخارطة. بالنسبة لهم يلعبون حاليا في الوقت الضائع الخاص بالانتخابات الأمريكية، يعني عندك حاليا حتى الانتخابات حوالي شهر، وعندك شهرين أو ثلاثة خاصة بالشأن الداخلي الأمريكي في الانتخابات الأولى، فأنت عندك 4-5 أشهر. هؤلاء هي ملعب إسرائيل الكامل بخصوص اللعبة الإقليمية والدولية. الجانب التركي تحدث عن حتى وصول إلى دمشق، ربما هو كلام يعني تم اعتباره كلام يعني سياسي لحشد الداخل التركي، لكن لا، هو كلام يراعي جدية ولا يقصد السيطرة العسكرية التامة، لكن يقصد أن توضع دمشق ضمن الأهداف وأن توضع بغداد ضمن الأهداف وأن توضع بعض العواصم الخارجية ضد الأهداف ضمن الأهداف. يعني ما عجزت عنه إسرائيل خلال مراحل سابقة بالمفاوضات السياسية عبر بعض المشاريع ربما يعاد بناؤها حاليا في لبنان. أنا لا أتوقع أن حزب الله ترك في لبنان جهة قادرة على التحارب معه داخليا على الصعيد العسكري، لكن هو ترك بدخوله في سوريا جراح كبيرة جدا قادرة على تفجير الوضع في المنطقة بالكامل. يعني دخول إيران في العراق وفي سوريا وفي اليمن وغيرها يعني أوجد مفخخات كبيرة. من يضمن حاليا عدم عودة الإرهاب؟ يعني تصور بعض الملفات التي تم تسريبها في الفترة الأخيرة، قالوا أن هناك مشروع من أجل تحرير أسرى تنظيم داعش من مناطق شمال شرق سوريا، يتوجهون باتجاه خط البادية الوسطى يعني حمص وريفها باتجاه القصير وباتجاه السيطرة على امتدادهم في لبنان. هل هذا السيناريو غير قابل للعمل؟ نعم قابل للعمل ولا يكلف شيئا، وتجربتنا في العراق حصلا يعني أكدت. هل روسيا قادرة في الوضع الحالي على صد هذا المشروع؟ قطعا لا. هل إيران قادرة على صد هذا المشروع؟ قطعا لا. هل بشار الأسد قادر على صد هذا المشروع؟ قطعا لا. لهذا السبب هل الولايات المتحدة قادرة على صد هالمشروع؟ قطعا لا. لماذا؟ لأن يعني كيف يتفجر الوضع لا أحد يدري.
حتى في تركيا حاليا. ماذا سيفعل الجولاني إن فتحت بعض الخطوط باتجاه التنف أو باتجاه شمال قسد؟ يعني هل إذا حصلت تفاهمات مع قسد والولايات المتحدة ماذا سيكون موقف الجولاني؟ قسد التي تنتشر في خطوط التماس مع الجيش الوطني، هل ستقعد جالسة حين تختل الأمور؟ بالطبع لن تجلس جالسة. لهذا السبب هناك مخاطر جدية في سوريا، يعني الأتراك حاليا يتحدثون عن مخاطر جدية داخل تركيا وفي سوريا. يقولون داخل تركيا قد يؤدي الصدام ما بين المخابرات الإسرائيلية والمخابرات الإيرانية إلى القيام بعمليات داخل تركيا، عمليات تجسس، عمليات اغتيال أهداف، عمليات ضرب مصالح. هذا حاليا واحد من أولويات الأمن القومي في تركيا. هناك أيضا دول المحور المجاور لإيران والمحور المجاور لإسرائيل، هذه أيضا هي محاور عمل لتركيا، يوجد فيها نشاط لها. ماذا ستحصل؟ ماذا سيحصل إذا استهدفت إيران وحصل سباق تسلح من نوع جديد حاليا؟ طيب خطوط الحوثي مثلا الذي تحدثنا، لماذا قلنا عنه أنه صاعد؟ ليس بأنه ضرب إسرائيل ولأنه قومي لأنه مقاوم كما فعل حزب الله، بالعكس تماما، لأنه يدرك أبعاد اللعبة، يعني يسيطر على معابر مهمة، يعرف كيف يدير التهديدات على هذه المعابر. يعني اليوم البحر الأحمر تقريبا يعني بشكل ما تحت سيطرة الحوثي، حتى دول الخليج ليس لهم مصلحة بالتصادم مع الحوثي حاليا، وليس لهم مصلحة بزيادة المشكلات مع الحوثي حاليا. لهذا السبب نعم الجميع متخوف من تطورات الأوضاع. والجولة التي تجري منذ أسبوع للمسؤولين الإيرانيين ليست جولة عبثية، يعني إيران تقدم عرض مختلف في سلطنة عمان، تقدم عرض في تركيا، تقدم عرض في الأردن، كلها يتم إرساله للغرب، يتم إرسال الفرنسيون لهم أدوار أخرى. ماذا سيفعل نتنياهو؟ أي الخيارات سيختارها؟ يعني نتنياهو لا يخسر شيئا، نتنياهو حاليا لا يهمه ماذا يحصل في إسرائيل، لا يهمه لا وضع الشمال ولا وضع الجنوب، ما يهمه إنقاذ مشروعه السياسي. حسن. لدينا واحد أحمق ومتهور، ولدينا مجموعة أيضا تسعى إلى إبعاد أي خطر عن داخل إيران. يعني إيران حاليا تقول إذا وصل الخطر إلى داخل إيران فمشروع تقسيم إيران على الأجندة الإسرائيلية، عند ذلك هؤلاء مستعدون إلى تفخيخ كل دول المنطقة من أجل منع هذا السيناريو في إيران. تفخيخ كل دول المنطقة، وهو الإيرانيون تمام. الإيرانيين هددوا أصلا، أتت بها رويترز، أنه سوف يضربون المشاة النفطية في الخليج تماما العربي. هذا ما يسعون إليه. أستاذ مهند الحاج علي، يمكن أن يحدث هكذا السيناريو فعلا؟ طبعا هذا حدث سابق، يعني حين وضع ترامب عقوبات قاسية على النظام الإيراني وعلى القطاع النفطي حصلت استهدافات للقطاع النفطي في المنطقة. يعني هذا أمر مسبوق، في أشياء غير مسبوقة ولكن هذه الأحداث مسبوقة، يعني حصلت قبل سنوات. والآن إذا كنا ننظر إلى عصر جديد في رئيس ترامب وفي تصميم على تغيير الواقع في إيران، أيضا قد تستبق إيران ذلك بإشعال المنطقة، بحيث يعني ترامب وعد العالم بالعودة لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة، وقد يعني تشعلها أكثر إيران، بحيث يأتي لإيجاد تسوية، وهو قال بأنه مستعد لإيجاد تسوية مع النظام الإيراني وما غيره، وهذا واقعي. ولكن أنا بس اسمح لي أختلف شوي مع الضيفة الكريم فيما يتعلق بالوضع اللبناني، لأن حزب الله لم يترك أحد ليقاتل في لبنان. يعني هناك في لبنان ميليشيات قاتلت في الحرب الأهلية ولديها بعض السلاح، ورأيناها طبعا حين حصلت المواجهة مع حزب الله في 7 من أيار. هو حزب الله نجح في غزو بيروت والسيطرة على مناطق الحريري، ولكنه في جبل لبنان على سبيل المثال حين غزا وهاجم مناطق والإجبلاط لتغيير موقفه السياسي، تعرض لمقاومة عنيفة جدا أوقعت الكثير من الضحايا والأكره. لذلك هناك قدرات محلية لبنانية للطاولة، وإذا كان حزب الله ضعيفا وإذا كانت القوى الأمنية والعسكرية نتيجة الوضع المالي والاقتصادي والأزمات المتلاحقة في لبنان ضعيفة، وإذا كان هناك يعني واقع نزوح، نحكي نحن 1.5 مليون إنسان جزء مهم منهم في الشوارع
والدمار يعني متواصل لم ينتهي. هنا في هذه الجزية والوقت والله مستمر. طيب في هذه الجزية والوقت أشرف على النهاية في دقيقة أستاذ مهند الحاج علي، هل انقلب أو هل نحن على وشك أن تنقلب الطائفة الشيعية على حزب الله؟ أكيد لا. اليوم بعد هذا الاستهداف الهائل للطائفة الشيعية، بعد تدمير منازلها ورميها في الشارع، تحولت إلى حساء بإمكان حزب الله تناوله بالمعلقة بأثمان أقل بكثير مما كان يدفع في السابق. لا أعتقد بأن الطائفة الشيعية اليوم في ظل تعرضها لكل هذه المخاطر قادرة على الانتفاض على حزب الله في ظل هذا الوضع. يعني أليست مصدومة من الذي حدث مثلا ما حدث مع حزب الله وانهيار هذا الصنم؟ هل يمكن؟ طبعا مصدومة، وهناك أصوات غاضبة وإلى آخره. يتعامل معنا التنظيم، يعني يلتقط من يتحدث كذلك، يضربه ويعينه على الكاميرا لتعليم البقية بأن لا يفتحوا أفواههم وأن لا يضغطوا التنظيم. ولكن عم بحكي كحالة جماعية، حالة انتفاضة جماعية، هذا الشيء غير حاصل. لا ننسى نحن أن هناك يعني الاختيار الذي حصل لشخصية الأمين العام لحزب الله، هذا اختيال هائل. وحين تقف الحرب والتنظيم يعني يعي ذلك وهو يخفي الجثمان ويحافظ عليه، ولكن حين تنتهي الحرب ويخرج عملية التشييع سنرى مليون إنسان في الشارع، وهذا لن يكون سهلا. يعني هذا رجل لديه قيمة معنوية هائلة لدى السكان في لبنان، وتحديدا يعني عم نحكي باللبنانيين الشيعة، والتشييع سيكون نقطة انطلاق وبداية جديدة للتنظيم بعد الحرب. هل يمكن أن تسمح إسرائيل بذلك؟ يعني إسرائيل لن تنهيه؟ لا أعتقد أن إسرائيل قادرة على أنهي. لم تنهي حماس، يعني صلنا سنة دمروا غزة والأخري ولم تنهيهم. يعني اليوم حزب الله على المستوى القيادة العسكرية والارتباط الخميني والأخري قد ينتهي كمثل هذا الارتباط، ولكن هو يعني كما يفعل الإيرانيون غالبا في أغلب مشاريعهم الاستثمارية، يعني هو تنظيم قائم على مقاومة حقيقية كانت موجودة ومقاومة نابعة من إرادة آخر المجتمع. سؤال. آخر سؤال، هل يمكن أن يبازر عليه الإيرانيون في عمان أو في قطر، أو يعني جولات عرقشي وبازجكيان؟ هل يمكن باختصار؟ يعني يبيعونه مقابل صفقة سياسية ما إلى آخره، يعني على هذا المستوى قد يكون ذلك. يعني هذا وارد وهذا محتمل، ويعود بالكلام يعني إلى ما ذكرناه في السابق، لأنه لم يعد يحمل نفس القيمة الاعتبارية نفسها. طيب أستاذ أحمد الحسن، بشار الأسد ومهر الأسد شقيقان مهما حدث لن يفترقا. نعم، كما قال الدكتور، يعني كضمن الطائفة هم يلتصقون ببعضهم أكثر في الظروف الحالية. يعني بشار الأسد يدرك أن ذهاب ماهر الأسد يعني ذهابه، الطائفة تدرك أن ذهاب واحد منهما يعني ذهابهم. هذا التمسك بالطائفة سيكون عالي المستوى خلال المرحلة القادمة، وينسون بعض مشاكلهم. لكن نعود أيضا إلى نفس النقطة، إيران ما هي الصفقة التي ستنجزها على هؤلاء المقاومين؟ يعني من ستضحي، من ستكيف، من ستقبل؟ هل لديك إجابة؟ كله عند إيران. هل لديك نعم؟ من؟ لا يوجد لدي إجابة لأنه طيب. صراحة لا أحد يعرف مستوى التهديدات التي ستعاني منها إيران. لكن إيران إذا كانت التهديدات عليها جدية، البازار المطروح حاليا حزب الله وبشار الأسد. هل يمكن أن يحدث صدام علوي شيعي في سوريا؟ لا ابدا، بالعكس تماما. يعني حاليا سيحتضنون المازحين من الطائفه ويعتبرونهم انهم سيكونوا سند لحرب اهليه قادمه في سوريا. ايضا الاستاذ الصحفي احمد الحسن تضحك استاذ مهند حاج علي، لماذا؟ لا ان شاء الله، ان شاء الله لا، ان شاء الله لا. الحروب كلها دخيله، يعني ما انت بشرتنا من اول الحلقه، بشرتنا من اول الحلقه. صراحةً التغيير الديمقراطي شكراً. العابر للحدود بات واقعاً، لا أحد ينكره حالياً. الصحفي أستاذ أحمد حسن كنت معي من الصنبور، شكراً جزيلاً لك. الباحث أول في مركز كارنيجي أستاذ مهند الحاج علي كنت معي مباشرةً من لندن، شكراً لكما.
شكرا لك. في أمان الله.